لو بشكل دوري بتهتمي تفحصي ثدييكي بعد كل بيرد، ولاحظتي اختلاف في احدهما وتوجهتي الى الطبيب في احدهما، هيطلب منك تعملي ماموجرام. مفيش مشكله، لكن احيانا الضغط على البرس ده بيبقى مؤلم قليلا. حصل ان كان في مشكله في ماس فعلا وسحب منها عينه، ساعتها الدكتور الجراح هيتدخل، قد يستأصل الثدي كله او جزء منه يعني، وبعدين بيبدأ العلاج الكيماوي لحد كده عادي، وبعدين بتبدأ مرحلة العلاج الإشعاعي، وده علاج لوكالايزد يستهدف المكان اللي نما فيه ورم قبل كده. فالإشعاع بيتوجه ناحية الورم، ما بيروحش في أي حتة تانية، أو الورم والغدد الليمفاوية المحيطة. كاتب انتي خلصتي رحلة كنت فيها بطلة جدا، استجمي وهيصي، اشربي عصير والعبي مع أولادك، وانجوي بقى، انجوي على الآخر.